اشتغلنا بقى على كده، رجع ماتش سموحة الاولاني ده كان هايل ايوه اللي صد فيه ضربة جزاء، وبعديها بقى ماتش المحلة الى ان جاء ماتش الاهلي. وكان الفترة دي بالنسبة لأحمد شناوي، أنت عارف لما تقعد شهر الحارس يقعد شهر بعيد عن فورمة المباراة، بياخد وقت شوية لحد ما يسترد فورمة المباريات. هل دي فدي بتفرق الفترة دي من لاعب للاعب، فكرة انه يبقى جاهز بعد غياب عن المشاركة، انه اول ما يلعب يبقى جاهز، ولاعب تاني لا محتاج له وقت علشان يرجع للحساسية تاني؟ حتة يعني من واقع تدريبك لحراس مرمى كتير قوي، منهم الدوليين ومنهم غير الدوليين، بتختلف على حسب ايه؟ انا شايف بالنسبه للجون حساسيه الجون بتبقى اكتر شويه من اللعيب، يعني اللعيب ممكن ينزل بدري شويه، تمام. حارس المرمى لا، يعني حارس المرمى لازم ياخد وقته ولازم يتأهل كويس، وعشان حساسيه المباراه تبقى او فورمه المباراه اللي هو كان فيها يرجع لها تاني. تمام، يعني لما مفهوم. بقول لك انا مثلا 10 مطوشه كان 8 كلين شيت حاجه محترمه جدا، وبعدين دي كانت فتره انتقاليه بالنسبه لاحمد ان هو يحاول يستعيد فورمه المباريات. مفهوم. بعد كده جه ماتش الاهلي، وبعد كده ابتدى بقى المباريات كمل معانا بصوره معقوله منطقيه جدا بالنسبه لي ومرضيه بالنسبه لي جدا. ماتش السيمي فاينال بتاع الكاس ده كان كان رائع، متألق احمد كان رائع. الشناوي فيه، يمكن من اسباب تأهل بيراميدز يمكن انت للفاينال. الوحيد اللي اتكلمت في الجزئيه دي، يعني انا مش عايز اقول لك هو يعني خطا احمد الشناوي او عدم توفيق احمد الشناوي في وقت من الاوقات بياخد مساحه كبيره قوي اعلاميا وجماهيريا، ليه؟ معرفش يعني دي برضو غريبه جدا، في حين ان تميز احمد الشناوي زي ما ظهر بصوره رائعه في ماتش المصري وماتش زد وعمل انقاذ، يعني ماتش النهائي عمل انقاذ، يعني لو كان دخل كان ممكن يبقى هيحط لنا في مشكله، اللي يعني هو الانفراد بتاع شريح حسين، الكوره بتاعت زيكو 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 في وماتش المصري كان غير طبيعي، كان مظبوط. بسم الله ما شاء الله اداء مميز جدا يعني، ورغم كده ما خدش حقه، يعني ما خدش حقه. ليه؟ ما ليه دي بقى انا اللي بسالك طب كاعلاميا او جماهيريا، انا انا بسالك. بسألك باعتبارك يعني انت معاه على طول، انتوا مع بعض اه دايما. النقطة اللي بتتقال عن احمد الشناوي الموهوب الرائع افضل حارس مرمى في مصر، لكن اللي مش مركز في الكورة، المستهتر اللي اخطائه بتكتر بسبب ان مش كل حياته عبارة عن كرة قدم، نعم ام لا؟ لا تتفق ولا لا؟ لا لا نهائي. لا. اللي يعرف احمد عن قرب، لا الكلام ده مش مظبوط خالص. انا عن نفسي يعني خلال فتره كبيره قوي، يعني الشهور اللي فاتت ديت كنت قريب جدا من احمد، ملتزم جدا، حاضر وطيب في التمرين، بيطلع اقصى ما عنده، ودي حقيقه وشهاده يعني هتحاسب عليها. طب فانا عايز اقول لك بس هل حاجه، مثلا لما بيتضغط اخطائه بتزيد مع الضغط الجماهيري، مع المواجهات الحاسمة، فبالتالي بتزيد اخطائه بعد وجوده تحت ضغط؟ لا انا عاوز اقول لك على حاجه، ها، ما فيش جون في العالم ما بيخطاش، ما فيش متفقين. جون في العالم هيفضل ماشي موفق على طول، يعني في كل الحديث اللي احنا بنتكلم عنه ده هتبص بالارقام هتلاقي ان اكتر واحد عامل كلين شيت الموسم دوت هو احمد شناوي، اقل واحد دخل فيه نسبه اهداف هو احمد شناوي، هو نادي بيراميدز، مظبوط. واخد بال حضرتك؟ فالمجمل مباراه الكاس الخمس ماتشات ما دخلش ولا جون، تمام. اداؤه في بعض المباريات كان مميز جدا جدا زي ما بقول لك، ورغم كده هو ما فيش ضوء عليه، واخد بالك؟ فدي ما اعرفش يعني في وقت من الاوقات ما لهاش تفسير بالنسبه لي يعني. هل فكرة انه ده بيراميدز، مش هقول اللي مش محبوب قوي، بس بيراميدز كلنا عارفين تفاصيل بيراميدز وما يحيط